السجن من غير التأثير. وحشتني يا صلوح. استلمت الشقة؟ خدتها من عينينا. ما رضيش يسلمني المفتاح الا لما هددته بإعادة التحقيق. عجبتك؟ زي السجن عشان انت مش فيها. قولي لي مبروك. مبروك. تاني ورا مدير السجن لغايه ما وافق على الجواز. امتى؟ هو وعدني انه هيجيب المأذون الزياره الجايه. في موضوع انا الاوان انك تعرفه واقول لك عليه. انا دخلت السجن علشان ما تكمليش. من كتر ما انت مسامح كده متهيألي انك مش فاهم. مش عايز افهم. لو بتعزيني خليني اقول لك. لو بتعزيني ما تقوليش. صلاح بلاش نتجوز وانت في السجن. هتستنيني لغايه ما اطلع؟ مش هستناك كتير، كلها يومين ثلاثه وتخرج ونتجوز وانت حر. اهرب يعني؟ تهرب ليه؟ هو انت المجرم؟ الشرنوبي وامثاله هم المجرمين. انت تقدم التماس باعاده التحقيق وتقول للنائب العام على كله. احنا مش خلاص خدنا منه الشقه؟ نبقى ندفع له الايجار بالشهر والخلو انت دفعته سنتين من عمرك. انا قلت لك محامي كبير قوي. ساعات لبس جلابيه الكارتين هي اللي تثبت ان بالفتوح كان بيدفع لي 100 جنيه كل شهر. ودي قرينه مثبته. وكان بيدفع لك النهارده بدل ايه؟ عشان اسكن على الحقيقه يا فندم. ايه اخوالك؟ هو كان شايل الفلوس دي عندي امانه وكنت بدفع له منها مصروف شهري هو والست والدته. كان شايل عندك كام يعني؟ اللي كان شايلهم عندي خدهم. وباقي له في ذمتي 3 جنيه ونص. عشان ما يبلكش عندي ولا مليم بعد كده. شيل الفلوس دي. التحريات اثبتت ان صلاح فقير. ده شيء واضح مش محتاج التحريات. يعني ما يقدرش يدفع 50,000 جنيه؟ طبعا لا. وازاي بقى دفع لك 50,000 جنيه؟ انا ما خدتش منه ولا مليم. يعني اديته الشقه ببلاش؟ اهدتها له يعني؟ وعادي بمناسبه ايه؟ بمناسبة انه اتستر على جريمة. انا ما اديتهوش شقة. بس اللي معاه عقد تمليك. دي مش رمضتي. انا بتهمه بالتزوير. حولوها للخبير. العقد غير قانوني لان تاريخه كان اثناء وجود صلاح في السجن. والسجين فقد الاهلية لا يجوز له بيع او شراء. طب ليه سلمت الشقة لفايزة؟ أنا حر أسلمها للي أجب؟ دي بنت أعرفها من زمان، من يوم ما ابتدت تشتغل في الدعارة، ولما خرجت من السجن ما خلصنيش إنها تتبهدل في الشوارع. ده مش سبب كافي إنك تديها شقة ب 50,000 جنيه. بصراحة هي عشيتي. إيه؟ إنما لو الحكاية دي هتجيب لي وجع القلب بلاش منها. أنا هقطع علاقتي بيها. أبو الفتوح اطردها من الشقة. منهم بصراحه. احنا الاثنين ظلمنا فايزه. احنا الاثنين. عشان تبطلوا الامراض. سيب سيب الصوره دي. Thank you.